وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. بارك الله فينا وفيك قارئ خاطري التلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. نتحول إلى الطالب الطيب التار ويكمل الآية المتبقية ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم يختصمون بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل شاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. الآيات تبدأ من قول الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. هنا مثلا إذا هنا نقل الحركة للإمام ورش حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. المعلوم أن التنوين يعطي حكم الساكن لأنه في الاصطلاح نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الاسم لفظا لا خطأ. أنواع تنوينهم تس عليك بها فإن إحصاءها من خير ما حرزا مكن وقابل وعوض والمنكر زد ورن مصدر غالي واحكماهم إذا كما قال ابن مالك. وطبعا هو في اللغة مصدر من نونت الكلمة إذا أدخلتها نونا وكانت العرب تقول نون الطير إذا صوت. لذلك أعطي حكم الساكن بالنسبة للإمام ورش في نقل الحركة حركة الهمز كما قال ابن برين حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. ونقل الحركة للإمام ورش اهتم به الموريتانيون فعدوه بعد الميم وبعد النون وبعد قل وبعد إذا وبعد أنا فهاك نظم النقل بعد الميم فصله حكما من التعليم أم برموا أم راد أم رادتم لما خنه أم أنا أم منتم أحسب لم اتخذ لموتا لم أدري لمشترك لا أمنت أنهكما إذ لما قل قل لك إذ لما كن ولم كو فرسمك كما أهلكنا كما انبتنا كما ارسلنا أمنتم ومكفروا ومنزلنا لما أحد ولفظوا يعلمنا إلا في العنكبوت اتصلنا وليحكم أهلوا وكذا برمزكو والحمد لله العلي وعلى وكلمة كور كاف ينقطع 20 والواو ينقطع 6. لذلك نقل حركة الهمز للميم الساكنة قبلها جاء في القرآن في 26 موضعا من القرآن. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا أما الإمام قالون كما سمعنا مثلا إذا قومك منهم يصدون كذلك أيضا إذا قومك منهم يصدون طبعا سكون ظاهر وإشباع عرض بعض حركات مقدرات في الواو والحي مع العارض وسمي العارض عارضا لأنه يتعرض لرقبة دون الصلة. وقالوا آلهتنا فهنا مد المفصل قالوا مد المفصل اختلف فيه الإمام قالون فله فيه وجهان وجه بالمد ووجه بالقصر والوجهان معمول بهما والإمام ورش في حالة الصلة يشبعه كذلك الهمزة هنا فبالنسبة للإمام قالون ترك ألف الإدخال في إذا كانت لفظة ثلاث من آمنتم وآلهتنا
ثلاث ترك، وفي أئمة لنقل الحركة ترك ألف الإدخال هنا اللي هو الإمام قالون رحمه الله. خير نمه، هذه رواية الإمام ورش، خير نمه، أما الإمام قالون خير أمه. رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون الياء، فهنا خير للإمام ورش رحمه الله ترقيق الراء. أما التفخيم فهو الإمام قالون، أما نقل الحركة فهو للإمام ورش، والتحقيق للإمام قالون رحمه الله. ما ضربوه لك إلا جدلا، جدلا هنا وقف البدل وهو إبدال نون التنوين ألفا، كنا في الصلة نقول جدلا لكن في حالة الوقف نقول جدلا، جدلا وهو إبدال نون التنوين ألفا هنا. بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبدنا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا. إن هو، طبعا النون هنا تظهر قبل الهاء لأن الهاء من حروف الإظهار، فالإظهار في اللغة هو الإيضاح والبيان، واصطلاحا هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. ذلك إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإظهار الستة المعروفة عند التجويد بحروف الحلق، وقد سميت بذلك لأنها تخرج من الحلق وهي مرتبة في الحلق حسب مخارجها، فالهمزة والهاء يخرجان من أقصى الحلق، والعين والحاء من وسطه، والغين والخاء من أدناه أي مما يلي الصدر. فالهاء من حروف الحلق لذلك تظهر النون الساكنة قبله. إن هو هكذا، إن هو إلا عبدنا أنعمنا عليه، هذه رواية الإمام ورش رحمه الله نقل حركة الهمز للساكن الصحيح الذي جاء قبلها. أما الإمام قالون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وهكذا. وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فيا إسرائيل لا تقصري، هذا الصحيح عند أهل مصر، هذا طبعا عند قول ابن برين من الاستثناءات عند ابن برين بقوله وبعدها ثبتت وتغيرت، فاقصر وعمر شن توسط ثبت، ما لم تكن همزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل، فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس واللمآن، ويا إسرائيل لا تقصري، هذا الصحيح عند أهل مصر. أما الألف الذي هو مد للراء فمد مشبع يشبعه الإمام ورش والإمام قالون، أما الياء الذي يمد الهمزة ففيه القصر بالنسبة لإمام ورش، أما الآخرون فلا إشكال ففيه القصر طبعا. إسراء، الألف مد هنا للراء مد مشبع، واسمع بالمد الواجبي واسمع بالمد المتصلي، وهو مشبع. الإمام ورش يعطيه ست حركات، والإمام قالون أربع حركات. إشباع ورش ستة فأعلما، والابن مينا أربع يفاهما، ابن مينا المقصود به هو الإمام قالون، والوسط ثلاثة يتاله، والوقف العارض سواء فيه في نحو يعلمون خذها يا نبي، قصر عثمان لعيسى فانتبه، وقدر الطبيع باثنتان، والقصر قبل واحد فن. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء، هذا مد متصل، لجعلنا، لام هنا تظهر، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. ملائكة، طبعا الألف هنا ألف حذف بالنسبة لأهل الرسم، والهمزة هنا تركب بشكلتها تحت الياء، والألف كذلك المد هنا مد متصل ويسمى بالمد الواجبي. فالقاعدة الرسمية هنا وعن حذف توسط الألف، عن حذف هنا ألف هنا محذوف، وطبعا الهمزة هنا تركب بشكلتها بالألف لولا ودون الرد الشك فتحا وسكنا كإذا المذنب شك ليوم ويوم حين يبنى هؤلاء والنشأة السوء أن تبوء مولا أو كالملأ أو للفلاح النمل دون زو توبة أو ضم أو كسر يكون وسطا. وعن حذف وتوسط الألف وحذف وراء السكن تنوء بالألف القبل قصر بئلي يلا نقرئ هذه السكن الأخرى الفتحة وحذف براء في الدار الرؤيا وما أدى فقس مثلني للسيء قصر هيئيس. وعن حذف القاعدة هنا، والهمزة هنا تركب بشكلتها كما هو معلوم عند أهل الرسم. في الأرض، هذه رواية الإمام ورش، أما الإمام قالون في الأرض يخلفون،
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. طبعا وإنه لعلم فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين، وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حريف. فهاء الضمير هنا له خمس حالات: إما أن يأتي بين متحركين، وإما أن يأتي بين ساكنين، وإما أن يأتي بين ساكن قبله ومتحرك بعده، أو متحرك قبله وساكن بعده، وإما أن يأتي بين متحرك قبله في الحال وساكن قبله في الأصل ومتحرك بعده. فالأول إذا جاء بين متحركين يصله الإمام نافع، فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين، وإنه لعلم وإنه لعلم، فهنا توسط بين متحركين. الثاني إذا جاء بين الساكنين يقصره الإمام نافع، مثل آتيناه الإنجيل. الثالث إذا جاء بين ساكن قبله ومتحرك بعده يقصره الإمام نافع، مثل عقلوه وهم يعلمون. الرابع إذا جاء بين متحرك قبله وساكن بعده، وهذا يقصره كذلك الإمام نافع، مثل له الملك له الملك وهكذا. الخامس فيه التفصيل إذا جاء بين ساكن قبله في الأصل ومتحرك قبله في الحال ومتحرك بعده، وهذا يقصره الإمام قالون ويصله الإمام ورش. وقصر لقالون يوده معا ونته منها الثلاث جمعان وله ونصله يتقه وأرجه الحرفين مع فألقه، لماذا؟ رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها، لأن الفعل أصله يؤدي، فالهاء توسط بين ساكن قبله وهو حرف العلة في الفعل المضارع، لكن الفعل المضارع، وهذا من المعلوم عند النحاة، أن الفعل المضارع يلزم بأمرين: إما بالسكون وإما بحذف حرف العلة، إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فحذف حرف العلة بسبب أداة الجزم فبقي الفعل يؤدي، فجيء بهاء الضمير هنا، وفي الحال توسط هاء الضمير بين متحركين، متحرك قبله ومتحرك بعده، لكنه في الأصل توسط بين ساكن قبله ومتحرك بعده. فالإمام قالون مراعاة للأصل يقصره، والإمام ورش مراعاة للحال يصله. واقصر لقالون يوده معا ونته من الثلاثة جمعان وله ونصله يتقي وأرجه الحرفين مع فألقه، لماذا؟ رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. قبل دخول الجازم كان الفعل، كان الهاء توسط بين ساكن قبله ومتحرك بعده، لكن هذا الساكن حذف بسبب أداة الجزم، لذلك الفعل المضارع يلزم بالسكون: لم يلد، لم يولد، لم يكتب، لم يقرأ، لم يجلس، ويلزم كذلك بحذف حرف العلة: لم يدعو، لم يرمي. فهنا جزم بحذف حرف العلة، لذلك الإمام قالون مراعاة للأصل وهو أن الهاء توسط بين ساكن قبله وهو حرف العلة ومتحرك بعده يقصره، والإمام ورش مراعاة للحال وهو أنه في الحال يتوسط بين متحركين يصله. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدأ، واتبعوني هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو مبين، التنوين قبل الميم حكمه لضام ناقص، ولضامه في اللغة هو الإدخال والمزج، يقال أضمت اللجام فيه من الفرس إذا أدخلته فيه، وأضمت الميت في اللحد إذا جعلته فيه. أما في الاصطلاح فهو التقاء الحرف الساكن بالحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإضام الستة فحينها تضام النون الساكنة أو التنوين في ذلك الحرف، لكن هذا الإضام ينقسم إلى قسمين: منهما هو ناقص ومنهما هو تام. فالإضام الناقص حروف أربعة مجموعة في كلمتي: الياء والنون والميم والواو، وسمي ناقصا لذهاب الحرف وبقاء الصفة التي هي الغنة، بينما الإضام التام سمي تاما لذهاب الحرف والصفة معا فلا توجد فيه غنة. ويمنع الإضام إذا جاءت النون الساكنة مع حرف من حروف الإضام في كلمة واحدة، وقد حصل هذا في القرآن في أربع كلمات فقط، وهي الدنيا بنيان، صنوان، قنوان، دانية.
وأشار ابن برين لذلك بقوله وتظهر النون لواو أو يا في نحو قنوان ونحو الدنيا خيفة أن يشبه في إضامه ما أصله التضعيف والتزامه. والتضعيف كما هو معلوم عند أهل الصرف هو تماثل العين واللام، أحيانا يكون مضاما وأحيانا يكون غير مضام، فالمضام مثل حي وعي، فالمضام مثل عض ومص، وغير المضام مثل حي وعي. وقد أشار له الحسن بن زين رحمه الله بقوله تضعيف ذان وأن الآخر هو وعينه كالوقوع قل ما نقل هو لمعنى عليه من يقوم به مجبور كالذي عليه قد جبل إلى آخر ذلك. فهنا يمنع العظام خيفة أن يشبه في عظامه ما أصله تضعيف التزامه. وقد أشار صاحب التحفة لذلك بقوله إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا عدو مبين. وهنا تنتهي الآيات التي هي مقررة في هذا البرنامج، ونعود إلى القارئ المتميز خاطر مختار الشيخ ليسمعنا برواية الإمام ورش عن نافع، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك تلاوة ما شاء الله كانت جيدة. كانت تلك رواية الإمام ورش عن نافع. الآن ننتقل إلى الطالب الطيب بتار يسمعنا برواية الإمام قالوا عن نافع، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك طيب بتار. كانت لكم رواية الإمام قالون عن نافع. الآن نبدأ باستقبال مكالماتكم وتلاواتكم المباركة، وريثما يحصل ذلك ننتقي للقارئ خاطر المختار الشيخ ليسمعنا برواية الإمام حفص عن عاصم، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للسماء ساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. طيب بارك الله فينا وفيك قال التلميذ خضري تلاوة جيدة ومباركة. نعم سيد أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معي سيد أحمد من الزلف ينصح أصوات الزلف وأصحاب بإذن الله تعالى تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. أنا قريبات حظ. إيه؟ مالك يوم الدين. يوم 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 مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. أيوة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا اهدنا كل همزة حققها بحالة البدء. ايوه. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. صراط المستقيم. أيوة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيوة.
الحمد بين ميمها ودالها من غير تشديد ولا تمدها ولا تمد الياء من إياك أسرع بها النطق وراء فاك. لا شك أن الفاتحة يوم القرآن وهي السبع المثاني التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي واجبة في الصلاة عند جمهور العلماء. لذلك ينبغي لنا جميعا أن نصححها وأن نتلوها تلاوة صحيحة، نراعي في ذلك حركاتها وشداتها. واللحن فيها ينقسم إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فهو إبدال حرف بحرف أو إبدال حركة بحركة، وهذا نوع حرام وإثم صاحبه نسأل الله السلامة والعافية، وهو مبطل للصلاة لغير العجبي. أما النوع الثاني فهو لحن خفي وهو مكروه عند القراء لإخلائه بجوهر القراءة. ولقد أحسن من قال: فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، وكن عارفا باللحن كيما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن العري. بارك الله هنا وفيك الأخ سيد أحمد، تلاوة جيدة ما شاء الله. نعم يطول عمره، تفضل. نعم تفضل. نعم نعم معك يطول عمره لأحمد الشارب لأنه برواية حفص بإذن الله تعالى. تفضل يطول عمره، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعادة. أعوذ بالشيطان الرجيم. طول عمره الصوت، الصوت يصحبه تقطع. تعدي شوي عن الجهاز إذا كان بالقرب منك لعل. نعم نعم تفضل احضي. نعم 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 محمد سالم تفضل. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. لقوله تعالى: لا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. واتبعوني شوف اتبعوني هذا صراط مستقيم. ما هي واتبعوني؟ فم للكسر. واتبعوني هذا
المتقين. واتبعوني هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك، تلاوة ما شاء الله جيدة. نعم نعم يطول عمرك. معاكم طه نقرا برواية حفص شاء الله. بإذن الله تعالى تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. فقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك طول عمرك، تلاوة ما شاء الله جيدة. نستقبل مكالمة أخرى. نعم الأمين تفضل. السلام عليكم شيخ، حياك الله. سوف أقرأ برواية ورش. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يحييك وبارك فيك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه يصد. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله فيك الأمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد سالم تفضل. سلامكم الشيخ، حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما
واضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. طيب بارك الله فينا وفيك محمد السالم، تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. نستقبل محمد، تفضل محمد. نعم شيخ، لنا بيوت قالوا إن شاء الله بإذن الله تعالى، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ضرب ابن مريم مثلا يا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا بني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تنفعن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بارك الله فينا وفيك. بالنسبة لنقل الحركة إنما هو للإمام ورش رحمه الله، وخير نم هو ما ضربوه، كذلك ملائكة في الأرض، كذلك لبني إسرائيل، المد المنفصل للإمام ورش فيه الإشباع بلا خلاف. أما الإمام القانون فله وجهان، وجه بالمد وجه بالقصر المعمول به، والقصر وإن كان حميد رحمه الله إذا وعيش صدر بالمد ثم ذنى بالقصر حيث قال وصدر بالمد ثم ذنى بالقصر، لكن هذا في حال تداخل الإشباعات وتداخل السوري، ما به خرجت فادخل الآخر كما قال صاحب الأرداف، وما به خرجت فادخل الآخر، يعني أنك إذا خرجت بالمد تدخل به المد الموالي ولو كان منفصلا، وإذا خرجت بالقصر تدخل به المد الموالي ولو كان متصلا. وهذه عند التداخل الإشباعات أو تداخل السوري والمعروف بين المحاضر وطلبة العلم. أصاحبه عندما أراد أن يتكلم عن سورة التحريم قال: يا من جهل تداخل التحريم فاسمع لي قولي تكن مستقيمي، فبعد إدخالك ورشا مزيلا فذني تعلموا أن الله جلا وعلم بأن بدأ الأمر، والثاني قل لي تعلموا لا الأمرو فمدري الأولي واقصر في الآخر إلى علم حري، فوقفا علما وصل للبسمة له وقدم الطول في رأس السورة له، وثني بالقصر من غير بسمة له فاحفظ لذا تنجي من جهد الجهلة. بارك الله فيكم محمد، الآن ما شاء الله جيدة. استقبل مكالمة أخرى. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل عبد الله. السلام عليكم. بإذن الله تعالى، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم
إلى قومك منه يصدون. إذا قومك، قومك بضم الميم، إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك من ولما ضرب ابن مريم مثلا يا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير وما ضربوه لك إلا شو جدلا. شو الهمزة الأولى محقة ثانية مسهلة مع المد. آلهتنا آلهتنا هكذا. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله فيك عبد الله يتلا ما شاء الله جيدة ومباركة وحيث تلتقي ثلاثة تركة وفي أئمة لنقل الحركة. نعم نستقبل مكالمة أخرى. نعم الشيخ البخاري تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله محييكم حي القراء إذا شاء الله رواية قالوا. الله يحييك ويبارك فيك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك الشيخ البخاري تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. أن ننتقل إلى الطيب التالي ليسمعنا برواية قالونا عن نافع وبعد ذلك نختم مع القارئ خطري مختار الشيخ برواية ورش عن نافع. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أهالهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا
بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. بارك الله لنا وفيك. طيب تلاوة ما شاء الله جيدة. ننتقد القارئ خط المختار الشيخ برواية الإمام ورش عن نافع نختم بها هذه الحلقة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للسماء ساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. بارك الله فيك بهذه القراءة المرتلة المتميزة من قارئنا خطر المختار الشيخ الذي مثلنا في المحافل الدولية في المسابقات الدولية نختم هذه الحلقة المباركة أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه إنه هو لذلك والقادر عليه ومن هنا أشكر القارئ خطر المختار الشيخ كما أشكر الطيب بتار والشكر موصول للفريق الذي كان يشرف على هذه الحلقة المباركة رحم الله امرأ منكم دعا إلى الخير ودعانا بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أكثر الحيض لذاته الابتداء أقل الطهر نصف شهر أبدا. الحيض لغة السيلان حاض الوادي إذا سال، واصطلاحا الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة، وهي من 90 إلى 50، ما فوق ذلك سئل فيه النساء مختصات إلى 70 فلا يسأل عنه ذلك، فهو علة وفساء. والأشياء التي تحيض وأول من حاض وأسماء الحيض وأنواعه، فهذا من المكملات المعروفة. أنواع الحيض 5: الحمرة والصفرة والكدرة والترية والقصة، وهي شيء يشبه صالة الله القصة البيضاء، وهي آخر أنواعه. وأسماؤه 15 اسما. شائلة تحيض 8 أو 10 معروف: مراتي وفرسي وضبعي وحيتي وفزغي وخفاشي وناقتي وأربي 8 حيض كلها بلبتان. وهذه الصفة أيضا جامعة لفيلة وكلبة يا سامع. والنساء في الحيض